هاد الساعة هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. راه المتهم الاخر حتى هو ادلب سي ولدي وشهد بانه تورط، لان الاخر كان هو ما نقولوش تورط لانما ولكن تورط دخل كذب على المحكمه تكونوا واضحين. والحمد لله الحمد لله راه القضيه غاده في المسار ديالها الصحيح. ونشكروا الساده القضاة على المجهود اللي بذلوه باش يظهر حق الناس وباش ما يكونش عاوتاني بعد مره اخرى شي ضحايا. حنا اللي نجاهدوا فيه غير باش ما يكونوش ضحايا واحد اخرين، باش ما يعيشوش نفس الالم اللي عشنا فيه وحنا. فيديو غير باش يواجه به هذاك المتهم اللي كان اليوم، ولكن حتى هو كان صادق مع نفسه، قال لك راه هو السيد كان صادق، علاش هو اللي كان صايق، هو اللي راه حميد كان توقع تعطاو شي عروض الحمد لله. غدا المسائل على احسن ما يرام، وغناخذ حق ولدي باذن الله، غناخذ حق ولدي. الحمد لله داك السيد اللي جابوا دابا داك زويته اعترف بكل شيء، قال لهم النازله كما 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 هي، ما قال لهم ودي كنا خارجين داك الشيء كله، داك التفاصيل ديال الجريمه كلها عوده كامله، ما كذبش. حشومه عليهم، حشومه عليهم، صعيب الحال. ياخذوا دوره همات من اجل دوره همات راه ما دايمينش، راه دايم الله سبحانه وتعالى، دايم الله. ما الفلوس ما دايماش. انا قلت لكم اللي في شي مهنه يخدمها على قناعه وجداره واستحقاق باش تبقى عندك كرامه، تبقى عندك كرامه فين ما مشيتي كتكون عندك واحد الصوت وكرامه. راه ماشي اليوم نسجل فيديو ناخذ فيه جريال وغدا ما يدخل عندي تحد، كاين هادشي اللي ما كاينش. مصداقية راه هي كل شيء، راه في أي حاجة، راه ماشي هنا. الحق يعلى ولا يعلى عليه، ربي كبير، ربي كبير سبحانه وتعالى. أنا كنقولها وكنعاود نقولها، ثقة في هذه الجلسة من النهار اللي وقفت معكم هنايا أول جلسة كنقول لكم أنا ثقة في القضاء. صعيب عليا الحال، صعيب عليا، وكنطلب الله يصبرني ونعطيه الدعاء والصلاة. هذا الشيء اللي غنقول لكم، هذا الشيء اللي غنقول. ما ولدي راه معايا ملي مات، عمري غنسى ولدي. ما غنسى تهنيكته، ما غنسى هضرته، ما غنسى خوفه عليا، ما غنسى بزاف ديال الحوايج. الحمد لله والشكر لله، لله ما أعطى لله ما أخذ. أنا ما اعترضتش على حكمه، أنا بغيت حقي ناخذه، هادشي اللي بغيت. والحمد لله والشكر لله وشكرا لله، الله يحفظكم.